السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت أدفع لك ثمن الحديد، فأنا لم أدفع لك، فكيف ستشتري حديد؟ عندي ما يكفي لذلك يا عم، وسأخذ تكلفة الحديد بعد أن أنتهي من العمل. يا عم، هل لديك مانع إن تأخرت عليك يوما أو يومين؟ أعلم أنك تحب عملك ولن تتقاعس عنه. لا عليك يا عم، فأنت تعلم مخاطر الحدادة. ضحكنا من إصبع أبي نعيم وقلنا إنه رجل كبير طاعن في السن، أما كتفك هذه فلمن ننسبها؟ ماذا أقول؟ لي، فقد كنت شاردا وأنا منهمك بالعمل. لا عليك يا بني، لا عليك، عافاك الله يا بني. لا أذهب إلى جعفر بن محمد وأخذ عنه كما أخذت عن غيره؟ لا أحضرن مجلسه، فإن طاب لي لزمته. أحسنت يا ابن حيان، لم أرى شابا بمثل فطنتك ونباهتك وحبك للتدوين. وما أنا من دون علمك يا سيدي. لا تتواضع يا ابن حيان، فإن فيك من صفات العالم الرباني. جزاك الله خيرا يا سيدي. رغبتك وزوجتك ابنتي، من أين ستعيشان؟ من أين ستأكلان؟ ماذا تقصد بكلامك هذا يا عمّا؟ لست غبيا لتسألني هذا السؤال يا عمّا. أين مال أبيك الذي استرجعته مني؟ أين أنفقته؟ قل لي. اسمعني جيدا، أنا لا يناسبني على الإطلاق أن يعيش أحفادي على مائدتي، ولكن أنا ابن عمها وأحق الناس بها. أحق الناس بها من ترضى به هي. بيت أبي كان على قيد الحياة. ليرى ماذا يحدث لابني. ليت لك ربع أخلاق أبيك لكنت زوجتك إياها الآن وحالا، وكفلت لك نصف أملاكي. لا لا، بل كل أملاكي. زينة، يا زينة. هذا ابن عمك جاء يطلب يدك، فماذا تقولين؟ لا رأي لي بوجودك يا أبي.
ولكني مصر على سماع رأيك يا زينة. لا أرغب بالزواج عن إذنك. إلهي لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا يجير من عذابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك. فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد. لا بأس به، ولكنه يحتاج بعض العمل. سأتمم البيع اليوم وأنتقل إلى البيت غدا أو بعد غد. بارك الله لك ببيتك الجديد يا ولد. بارك الله بك يا عم. يا أمير المؤمنين، ماذا حدث يا أبرش؟ أشرس بن عبد الله السلمي غزا فرغانة. أعلم، فأنا من أرسله. إن الجند يحتاجون للطعام والمال يا وزير. لكنه لقي زحفا كبيرا وأحاطت به جيوش الأعداء. ولي عليهم الجنيد. الجنيد؟ الجنيد يا مولاي؟ أجل، الجنيد بن عبد الرحمن المري. فليسرع لنجدة صاحبه، وأرجو أن يكون أهلا لها. وهو أهل لها. خذ هذه إلى الداخل. ياك الله المساء. أهلا أهلا يا عم، كيف حالك؟ بخير. وكيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. كأني بك بدأت تستخدم عاملنا. ماذا أفعل يا عم؟ العمل كثير والحمد لله. لقد اشترى صخر الدكان بن عيد يا سيدي. مبارك يا ولدي، مبارك. بارك الله فيك. ويمكنك أن تقول إنني أصبحت من أهل هذه القرية، لي بيت خاص وحانوت خاص، بقي لي أن أتزوج كي تثبت جذوري هنا. اختر من تشاء يا بني وسأخطبها لك، وسيكون المهر علي هدية مني لك. شكرا لك يا عم، والله لقد أخجلتني. ألم تقل إنك بت من نار؟ ما تقول بصخر يا سيدي؟ صخر؟ والله لو كان عندي ولد لما تمنيت أن يكون لي سوى. بارك الله لك بما عندك يا سيدي. سيدتي؟ نعم. سمعت أن خاطبا سيأتيك. ومن عساه يكون هذه المرة؟ طامع جديد في مال أبي، أم تاجر يقطن في أقاصي البلاد؟ اسمه صخر. ماذا؟ صخر؟ إذا شئت تبحث عني لتأتيني بكل هذا المال؟ نعم، الحمد لله أن أباك قد ذكر اسمك، ولأنك رومي فقد كان الوصول إليك سهلا، فالصاغة يعرفونك جيدا. رحم الله أبي، كم كنت أتمنى لو أنني رأيته قبل أن يموت.
لقد كان فرحا راغبا في الحضور، أحب أن يهدي ابنتك الهدية بنفسه، ولكن بعد وفاة والدتي اختلفت مع أبي اختلافا شديدا حول تجارته وعمله، ولم نتفق. وبعد ذلك خرجت من بيته وجئت إلى بغداد ولم أره منذ عامين. هل يوجد شاهد أو أحد بينك وبين أبي؟ لا، كنا في الصحراء في الوقت الذي داهمنا فيه قطاع الطرق فقتلوه ثم قتلتهم بالسهام. كم شخصا تعرف يأتي بهذا المال الوفير لرجل لا يعرفه ولم يكن ليعرفه أبدا؟ ماذا لو أخذ كل هذا المال ولم يخبر به أحدا؟ أتريد أن تعرف شعوري تجاه هذا المال يا سهيل؟ نعم. لا شيء. لا شيء؟ نعم يا سهيل، لا شيء، لا أشعر بأي شعور تجاه هذا المال. أكنت تنظر إلى لقمة من لذائذ الطعام في فم غيرك يمضغها؟ كلا، كل مال ليس لي كاللقمة في فم غيري، لا أنظر إليها ولا أرجوها. قال علي عليه السلام: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري. وعلي عليه السلام هو قدوتنا في هذه الحياة. أتأذن لي بسؤال؟ تفضل. ألستم تقولون إن قدوتكم كمسلمين هو نبيكم محمد؟ صلى الله عليه وآله. نعم يا أخي، بلا شك، فالله ورسوله اختار عليا فاتبعناه. ولماذا تتبعون أنتم الشيعة عليا من دون النبي؟ كلا يا سهيل، إنما علي عليه السلام أخ وربيب لرسول الله، فلا نتبعه من دونه، إنما نتبعه للوصول إلى نبينا. كما أن عليا هو أكثر الناس التزاما بحديث النبي وأوامره، لذا فإن طاعة علي من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. لشدة تشبه علي بنبيكم في كل أمره؟ نعم. وفقك الله يا عطية، فإن مثلك قليل ممن لم يفتن بالصفراء والبيضاء فنجا. بقي لك عندي ركوبة أبيك، لقد جئت بها وهي في المرعى. متى عهدكم لعمر بن مسلم؟ فلم أعد أراه في المسجد وليس يزورنا في المجلس. جعلت في ذاك، إن خبره عندي. ما خبره؟ لقد أقبل على العبادة متفردا لها. وماذا عن تجارته؟ من يقوم بها؟ لقد ترك التجارة وكل ما يشغله عن العبادة. سأبلغك رسالة فأبلغها له. سأل. ما جاءك عني بأمر أنكره قلبك وكان مبينا لما عهدته عني ولم تره في كتاب الله عز وجل جائزا، فأنا منه براء. وإن رأيت ذلك في كتاب الله جائزا وللحق مماثلا وعهدت مثله ونظيره مني وهو أشبه بما عهدت عني وكان أولى بي إلى التحقيق فيه، فاقبله، فإن الحق من أهله ابتدأ وإلى أهله يرجع. علمت بذلك، علمت به. وماذا أيضا؟ وهم لا يغيبون عن عيوننا لحظة واحدة، ولا شيء يثير الريبة في أرجاء الكوفة. وزيد بن علي؟ لا شيء يدعو للقلق يا سيدي، لا يظهر إلا قليلا بمفرده أو برفقة زائر له في مجلسه، ويغادر منفردا أيضا. بعض من العباسيين ينشطون بالتوازن مع رجال زيد، لأن اتفق الطرفان ضدنا ستحصل كارثة لا محالة،
تهدد ملك بني أمية. عيوننا ترصدهم يا سيدي على مدار الساعة، إن كان في ليل أم في نهار. لن أوصيك بأكثر مما أوصيتك، جميعنا في نفس المركب، ولا أمل لأحد بالنجاة بمفرده، هل تفهم؟ صرف. سيدي يطلبك يا مولاتي، يقول عجلي. وهل تقصدين صخرة؟ نعم موجود، هو بانتظارك. أهلا بك يا صخر. أهلا بك. حياك الله. بإذنك. اسمعيني جيدا يا ابنتي، في الداخل رجل جاء لخطبتك، وهو تاجر فاكهة كبير وصاحب نفوذ ومال وجاه. اشترطت عليه أن يسكنك بعيدا عن زوجاته، فوافق. ماذا تقولين؟ أريد أن أفكر يا أبي. فكر، فكري يا ابنتي. ألم تهتش فتذكر الوصالة؟ وحبلا كان متصلا فزال. بلى، فالدمع منك له انسجام كماء المزن ينسجل انسجالا. الله يا مولاي. أنت مغني؟ نعم يا سيدي. وفي أي مأخور تغني؟ في قصر. قاتل! قصري الآن. دعوني، دعوني، دعوني. أتريد مني شيئا يا مولاي؟ وماذا تستطيع أن تقدم لي يا عمير؟ أي شيء تطلبه. أي شيء؟ أنت لا تستطيع أن تقدم لي شيئا يا عمير. يا أبي، الرجل متزوج ولديه أولاد ويقتل في بلاد بعيدة عن بلادنا. قلت لك ذلك من قبل، فماذا عدا ما بدأ؟ أرجوك يا أبي، لا أريد أن أتزوج وأبتعد عنك. الرجل سيأتي غدا ليأخذ الجواب، فماذا أقول؟ بالله عليك لا ترددها ثانية، قل له غير موافقة. غير موافقة، كأنني قد فهمت. لا بأس، سأقول له ذلك. اللهم يا عالم الخفيات ويا راحم العبرات يا مجيب الدعوات يا رب الأرضين والسماوات يا من لا تتشابه عليه الأصوات صل على محمد وآل محمد واجعلنا فيها من عتقائك وطلقائك من النار والفائزين بجنتك الناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما.
بل يشرفني ذلك يا بني، فلن أجد لابنتي من هو أفضل منك. شرف كبير لي أيضا يا عم. مبارك يا صخر، مبارك يا أخي. مبارك يا سيدتي. يا لؤلؤة، أشعر وكأنني في حلم. ما بك؟ أرأيت يا سيدتي؟ أنت لست نائمة. القرص بغضة يا لؤلؤة. وقرصة الأذن؟ تأنيب عن سوء تصرف. هيا اذهبي إلى عملك. أهلا، تفضل. تعال يا طلحة، تعال وبارك للصخر، فهو منذ اليوم ابن عمك وصهرك أيضا. مبارك 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 يا صخر. شكرا لك يا طلحة، والله لقد أخجلتني. لا شكر على واجب. مبارك لك يا ابن العم. وأين عروستنا الجميلة؟ نريد أن نبارك لها. اجلس يا بني اجلس. إنه والله لأسعد يوم في حياتي. أطال الله في عمرك يا عم. اسمعي يا ابنة ابن زياد، أنت تريدين صخرة، لا تنكري. الطريق الذي جاءت به قد تصبح ألف طريق يمكن أن تخفيه في أغوارها فلا يعلم عنه بشر. انظري جيدا، ترين أمامك طلحة، طلحة فقط. لا تحلم يا طلحة، فالموت أهون علي. سأبعد عنك كل مكروه يا زينة، أريد قلبك نابضا بالحب. فكري بحياة ذلك الفارس النبيل، وفكري بحياة أبيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عطية، أرسلني نصير. أهلا بك كائنا من تكن، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أخي، تفضل. كل ما أرجوه منك أن تدلني على مكان صاحبي، فأنا أرجو أن أزوره وأراه. لقد جئتني من عند أعز أصدقائي، فلنصير علي أياد أحب أن أشكرها، ولكن السجن مكان مليء بالعيون والجواسيس، وهم يراقبون حتى زوار السجناء. أنا لا أشك فيما تقوله يا أخي، فإن كان أمر الزيارة صعبا فأنا أريدك فقط أن ترى إن كان في هذا السجن أو غيره، فإن وجدته سله إن كان يحتاج شيئا لا أكثر. إن لهذا الرجل فضلا عظيما علي، أقسم لك إنهم ظلموه فيما اتهموه به. وكيف لك أن تحكم ببراءته؟ لأن ما اتهموه به كنت أنا من فعله. Thank you.
لقد ضاق صدري وعلى صبري ما احتبت في أمري، ومن هو بسني لا يحتمل كل هذا. اشتقت إليه أيضا، سيعود بالسلامة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، ما حاجتك؟ أريد السلام على الشريف. يا أخي هو قائم في مصلاه متفرغ لورده، والله لن أبرح مكاني حتى أرى. انتظرني. على بركة الله، ادخل. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا الله، أبو من؟ أبو عبد الله. ثبت الله كنيتك ووفقك يا أبا عبد الله. لو لم يكن لي من زيارتي غير هذا الدعاء لكان كثيرا. ما مسألتك يا شيخ؟ سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. يا جليل، قل يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ ثلاثة أشياء: ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا، هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هانت عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس.
فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا، فهذا أول درجة التقى. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لقد رأيت صاحبك اليوم. حقا رأيت مانعا؟ لقد كان في حالة يرثى لها، حزينا صامتا بعيدا عن السجناء. أنا من صنع به ذلك، سأراه، لابد أن أراه وأتكلم معه. ليس لديك طريقة إلا مدير السجن سمعان. يا أبا عبد الله، أوصني بالله عليك. أوصيك بتسعة أشياء، فهي وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى، والله أسأل أن يوفقك لاستعماله. ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها. سأفرغ قلبي لما تقول يا أبا عبد الله. أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فإنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله. واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه التي في الرياضة، أما اللواتي في الحلم فما هن؟ وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرة، فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والرعاء. أعاننا الله على ذلك. وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا. الآن قم عني يا أبا عبد الله، فقد نصحت لك ولا تفسد علي وردي، فإني امرؤ ضنين بنفسي، والسلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أبا بصير، لقد كثر الزنادقة وارتفعت أصواتهم بلا خوف من سلطان ولا رعاية لأهل الإسلام. أتقصد الديصانية وأتباعه؟ نعم، فقد بثوا شبهاتهم وأكثروا من كلامهم عند ضعاف القلوب والإيمان، فمالوا إليهم. يا جعفي، أنت ممن حباهم الله بالعقل، عليك أن تقف في وجه هذا التشكيك. ولكن ماذا؟ خذ أصول دينك من مولانا الصادق، فإنك لن تجد أنقى منه وأفضل. إن تسلحت بعلوم آل محمد عليهم السلام وخاصمت الزنادقة، لن يكون لهم عليك سبيل. صدقت، فما أعرف أحدا ممن لقيت أعلم من جعفر بن محمد، وسأبلغه بما سمعت من أعداء الدين. بارك الله فيك.
السلام عليك يا مدير السجن. وعليك السلام أيها الغريب. سيدي، إن لي صديقا لم أره منذ زمن، قيل لي إنه موجود عندكم. إن كان صاحبك مجرما فهو بلا شك في سجني. ما اسمه؟ مانع، مانع ابن هلال. صاحبك قد جن. جن؟ مانع جن؟ نعم، إنه لا يكلم أحدا، صامت أبدا، طعامه قليل، ليس كغيره من السجناء، إنه لا يعطينا مبررا لضربه بالصوت. اجلس حتى أتيك به. أيها السجان، بلغني الآن أن خالك القاسم بن محمد بن أبي بكر قد اعتلت صحته وهو بين الحياة والموت. اللهم إني أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين وهو عندك في أم الكتاب علي حكيم، أن تشفيه بشفائك وتداويه بدوائك وتعافيه من بلائك. لقد أمرتك ألا تخرجي من البيت. صدقت، صدقت، ولكن كانت خالتي تحتاجني. خالتك؟ يا فاجرة خالتك. إذا اقتربت خطوة واحدة مني أو من زوجتك لأقطعن رأسك. لا تتهوري يا امرأة، لا تتهوري. قالت لي أمي إن أبي قد قال لها: يا أم فروة، إني لأدعو الله لمذنب شيعتنا في اليوم والليلة 1000 مرة، لأننا نحن فيما ينوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم من الثواب، وهم يصبرون على ما لا يعلمون. وماذا عن صخر؟ يبقى غريبا ولا نعرفه جيدا. هذا الكلام لا يقال لأبيك. أنا أعرف أنك تستكثرين الحديث مع طلحة، الآن تريدين أن تتزوجي به؟ يقلقني ما أسمعه عن تحركات زيد بن علي في الكوفة وسائر العراق. تتبع خطى زيد بن علي في الليل والنهار وأخبروني بكل صغيرة وكبيرة. والله لقد وضع الخليفة حملا ثقيلا في رقبتي.